السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حافظ دراجي، وهذا ما قاله حافظ دراجي عن طالب رياض محرز الإعفاء عن إعفائه من معسكر المنتخب الجزائري الخاص بشهر مارس. نشوفوا والله ما سمع الديريكت، نسمعوا معكم واش قال حافظ الراجي، استاذ حافظ الراجي، يعني وين نسمعوا، يعني هاد الناس يعني وين تشوف كيفاش وين حافظ وين بالك هذاك كيسموه ذاك محرز، يعني وين دار رساله يعني في الايام الاخيره قبل، يعني بعد ما تعيين المدرب وكلش، دار رساله بغى يشوف رده فعل اللاعبين اللي معاه ويخرجوا كاع يديروا رسائل. ما كاشي الناس ما سمعتش به، خاطش مدرب خاطش رائع خاطش شافوه، يعني ما مصحابو الداخل شافوه في غرف تغيير الملابس، يعني ماهوش كيما يقولك ارقاز، يعني بالك ربما الهنديه فيقت عليه كلش. كابيتان ديكيب كاع شتايا لا ولا كابيتان ديكيب لازم نتايا على بالك خدمت مع فايد، خدمت مع غوركيب، خدمت مع كيسموه يا ربي رايفاتش، مع ليكاس، مع الكارس، مع ماجر، مع ذاك المدرب الفاشل اللي خسر مع موريتانيا، يعني سبع مدربين خدمت معاهم. تو سبع مدربين جاي من يا الهندي، هم مالك الهندي، هم مالك صاحبيها، هم مالك اغويرو مالك، او جاي انت يا بيتهبلنا ولا كيبا اغويرو، هم مالك اولي سبحان الله، جزائري عمره لا يدي الفضلة، والله العظيم جزائري عمره لا يدي الفضلة، جزائري ما يدي الفضلة، هذا نقول لك جزائري والله ما يدي الفضلة، الجزائري يدي ما يدي، يسيب لحم حلال، أنا نقولها لك، جزائري جامي يدي الفضلة، قواد بيك بلي اللي راه يدعم فيك كاع، روح، نسمعوا الأستاذ حافظ الدراجي واش قال. عندما نتحدث عن صلاح دائما نتحدث عن محرز في الجهة المقابلة، بغض النظر عن القائمة الأولى لمدرب السربي بيتروفيتش مدرب المنتخب الجزائري، بغض النظر عن الأسماء، فإن ما يثار وما أثير وما يلفت الانتباه هو هذا التواصل بين المدرب ومحرز، بين محرز والاتحاد. يقال بأن رياض محرز طلب الإعفاء من المشاركة في هذا التربص، قد يكون الأمر عادي ومفهوم بسبب تأثره بشكل كبير جدا، ولكن يقال أيضا بأنه هو بصدد التفكير في مستقبله مع المنتخب، يعني التفكير في إمكانية التوقف عن اللعب مع المنتخب. محرز عمره 33 سنة اليوم، الخيار محرز يبقى قطعة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري، خياره يجب أن يحترم سواء بالاستمرار أو بالتوقف، وخيارات المدرب أيضا يجب أن تحترم سواء باستدعاء أو بعدم استدعاء، بالموافقة على طلب إعفاء من هذا التربص من عدمه. لا أريد أن أذهب في تحليلي إلى ممكن أشياء أخرى سابقة لأوانها، ولكن يجب أن ننتظر قرار محرز وقرار الاتحاد الجزائري والمدرب، وننتظر كذلك خيارات المدرب الجديد للمنتخب الجزائري في هذا التربص وفي الموعدين القادمين في شهر يونيو المقبل. المهم أن محرز الذي لعب 94 مباراة مع المنتخب سجل فيها 31 هدف لن يكون حاضرا في هذا التربص، مثل ما لن تكون بعض الأسماء حاضرة من التي بلغت من السن عتية أو تراجع مردودها أو ربما المدرب لا يعول عليها كثير. معطاوي لكن معطاوي يعول عليها كثيرا، معطاوي كان يعول هم لكم أودي يربح ما نورمال عايرو يربح أو الله
قلتها لكم ونعاودها لكم، جزائر ما ولدت محرزة، جزائر تاسيا ولدت ولا والله البارحة مشي اللي ما عجبتوش. اي هيثم اللي ما عجبتوش ليكيب ناسيونال يبدل المنتخب، ياه اللي ما عجبتوش يروح يبدل المنتخب، هذه اللي نقولها لكم. هذه من التالي نقولها لكم أولاد، شو لا يا تهدر معاهم يدير لك لا هذيك هو لا لا نعرف احنا نورمال لا نعترف احنا الصوالح احنا بريكول استن بريكول هذا هذا استمبريكول هذا يعني كي تشوف كيما هكا هذه امور خطيره هاي وين يخرج لك واحد يدلكها او الاقل كرموهم شكون انت كي كرموهم اولا واحد هنا يبغي يدير فتنه شو يقول لهم شو هذا فتنه ومن بعد يقول لهم رايي المتواضع كان من المفروض على رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم والمدرب فلاديمير استغلال دورة دولية ودية لشهر مارس لتكريم العدد من اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم، وهذا نظر لما قدموه للمنتخب الجزائري منذ تمثيلهم لها. هذه صح قدموا حاجة بصح راح نقول لك، قال لك ليس صعب أن تخرج مجموعة من اللاعبين من الباب الواسع، وهذا لكونهم كان لهم الفضل في تحقيق إنجاز قاري تاريخي للمنتخب الوطني في سنة 2019 وهو التتويج بكأس إفريقيا، وفي 2021 يعني بكأس العرب، واستدعائهم للتربص المنتخب الجزائري وتكريمهم على مسيرتهم الحافلة من محاربي الصحراء، لكن يظهر أن بعض الأطراف جاءت لانتقام وليس لتسيير اتحادية. طز عليكم روحوا سقسوا شو كوب دافريك 90، كأس أفرو أسيوية في 91، روحوا شوفوا كرمالي لا كرموه والناس نورمال كرمالي الله يرحمه، روحوا شوفوا لا كرموه ما كرموه ما هو انسقسوا راخو كسموه انسقسوا سرار ذاك عثمان الكارديا تاع عصطيف اللي كانوا يلعبوا، روحوا سقسوهم الى كرموهم بعد زوج انجازات اركوا سقسوا بلومي لا كرموه بلومي خرجوهم من لو بتيت بورت خرجوهم ما لعبش كوب دافريك، روحوا سقسوا عصاد الى كرموه، روحوا سقسوا قندوز مرسقه روحوا سقسوا الى كرموهم كي نحوسوا حنا على دول اي انتوما راهم اصرين فيكم افلام مكسيكيه تركيه تاع حب ترييك حب المريق تاع حب المريق ترييك تاع الزبل تاع لي بيبي اي كل واحد يرويات شويه ولوا للرجوله تاعكم لبسوا سراويلكم برك وما دايرين هيا كل واحد يلبس سروال ويا برك ونيه يجي ديكولاستو ما اي غادي كاع اي كرموهم راح رئيس ايطاليا داروا له انطارت راح فلان داروا له منا راح فلان اي غادي كاع علموكم هذا اللي بغى يروح زاتشي داروا له انطارت يقسموا في الكاطو يقسموا انت البغادي قال لي باغي يدير الكاطو ولا يديروا في دارو يعرضوا ويروحوا ايه قالها له سليماني نهار اللي جا رايح راهو قال له بريزيدون قال له مكاش قال له غادي تقعد كوب دافريك هذه 40 عام ولا تهدر غير عليك 40 عام راك تشوف تما موراها ما نجيبو والو ان شاء الله باذن الله والمكتوب وربي الجايه تاعنا نجيبوها تضحكوا ياه بصح عندنا امل وانا كي نقولها لكم ما غاديش نغلط المهم ما نخسروش مع موريتانيا ما نخسروش باغي وما نخسروش لي ماتش حاسمين في بلادنا في بلادك تنزانيا كخسر نقطه جدتها منا موريتانيا باي تربح ربحت كاميرون جايه هنا لازم تربح باش تفوت ربحوا العداله الالهيه قسما بالله بك لا قصابة لا كاين عدالة إلهية ما قالوش آمين يا ربي وإن شاء الله ما قالوهاش والله العظيم عدالة إلهية
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دايما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.